لسه مكملين كلامنا عن أهم الأكلات اللي اختفت من السفرة المصرية. أقول لكم كده الحاجات اللي أنا والشيف قعدنا نفكر فيها في الفاصل. فاكرين المخروطة؟ طيب فاكرين المكمورة؟ دول بقى عبارة عن إيه؟ ولو في ستات بتشوفنا دلوقتي وعايزة تعملها في البيت تعملها إزاي؟ هنتكلم عن أكلات كتير اختفت مش السفرة المصرية. يا جماعة كلمونا وقولوا لنا أنتوا إيه الأكلات اللي كنتوا بتعملوها، أو أمهاتكم وستاتكم يعني جداتكم كانوا نبدأ. بيعملوها واختفت دلوقتي من على السفرة المصرية. كان في كمان أكلة حلوة جدا واسمها العدس الأبازي، أنا ما دقتهاش لكن أبازية. الحقيقة أنا كنت بسمع عنها يعني، ودي كانت الأكلة المفضلة لرشدي أباظة، الأبازية كلهم. فناني من أكتر فنانين اللي أنا بحبهم طبعا على فكرة، رشدي تحية أباظة كبيرة الله لكل يرحمه. أبازية. واسمع إنها عبارة عن عدس متقطع فيه فراخ، صحيح الكلام ده ولا إيه شيف؟ صحيح مظبوط؟ صحيح. طب واختفت ليه بقى؟ ما في نقطة مهمة جدا، يعني دي ترجع للاكله دي لعيله الابازيه في مصر، تحيه كبيره. واكله مش أكل اشهر اكلتها طبعا الاستاذ رشدي الاباظه الله يرحمه. كان اكل واحد احسن واحد ياكلها ويحبها ايوه. ويطلبها. ايه الفرق بينه وبين العدس العادي يعني؟ بروتين، فيها بروتين حيواني ونباتي، وفراخ مسلوقه مع بصل وجزر وكرفس، وبنزود عليها عدس وبطاطس على الشوربه بتاعتها. وفصين توم دلعيهم بقى، وبهارات، فصين توم وكمون وملح وفلفل. اول ما يستوي العدس بتاعك اضربيه في الخلاط، قطعي الفراخ المسلوقه شرايح ونحط على نصها العدس والنص التاني الكريمه اللبناني، وفي الاخر طبعا دخلها الفرن تاخد جراتان. ويا جمالي انا اعمل لك كل حاجه، استني ما تستعجليش. هتعمل العدس الابازي انت عارفه الاسبوع ليه ده؟ الاكل ده كله بيتعمل على الترابيزه السفره المصريه؟ الامهات ما بتعملوش في الاولاد، جيل طلع بعد جيل بعد جيل. اليومين دول في حاجه اسمها ثوره شرقي. يعني ايه ثوره مطعم شرقي؟ مطاعم كلها الشرقيه بدات تنجح. ليه؟ الشباب بتوعنا والبنات بتوعنا بداوا يلجاوا للاكل ده لان مامتهم ما عملتهمش وما خدوش طعمه، بقى شم ريحته، وبدا يروح واحد ورا واحد وجروب بعد الجروب. ودلوقتي بقت في ثوره للاكل الشرقي المصري على مستوى الجمهوريه كلها في كل المطاعم الشرقيه اللي شغاله دلوقتي. هايل. يعني المطاعم العالميه ما بتشتغلش زي المطاعم الشرقيه دلوقتي. ليه؟ يعني في ثوره. الشباب والبنات بداوا يلجاوا للمطاعم دي لان امهات ما بتعملش ولا بتعمل طواجن ولا بتعمل اي اكل اللي هم بيروحوا ياكلوه في كل المطاعم الموجوده في لا القاهره. مش كل الستات، في ستات بتعمل الاكل الشرقي كل ماشي يوم، ده يا ريت. والطواجن الستات يعني بتاعتنا ما الستات يا ريت اللي احنا الاصليه عايزينه. المصريه، مش اللي بيعمل الايطالي والحاجات ده نسبه قليله على فكره، اكيد لكن طبعا. في المحافظات والقرى كله ايوه، ما اكل شرقي. انا من المحافظات ومن القرى، انا بقول لك انا عارف الكلام ده اكل كله. شرقي اكل شرقي 100% طبعا، مصري، اكل مصري ودي نسبه كبيره يعني من من المجتمع. المجتمع. طيب دلوقتي عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي. يوم الخميس اللي فات ماما عملت خبيزه. ايوه. جت واحده صاحبتي كده على فجأة فهمت، قالت ايه ده؟ ما تعرفش هي ايه دي الخبيزه. ملوخيه ولا خبيزه؟ ايوه حلوه. فقالت لها دي خبيزه. فقالت لها تصدقي ان انا اسمع عنها وعمري ما دقتها، هو ده اللي انا بتكلم وهي عليه. بص البنت يعني قدي في ده الثلاثينات اللي انا يعني. بتكلم عليه. ايه الفرق بين الملوخيه والخبيزه لا يا شيف؟ ده مختلف وليه كلها. الناس ما دقتش الخبيزه؟ ليه ما دقتش الخبيزه؟ صح، حلو قوي، سؤال جميل. اتفضل. اول حاجه سنه بعد سنه زي ما اتفقنا بدات الامهات تهمل المواضيع دي، رغم ان الخبيزه من الاكلات الشتويه الجميله جدا جدا جدا. ما ينفعش تاكليها بعيش عادي، لازم تاكليها بالعيش الذره. لا مش المفقع، عيش الذره الطري، يبقى فيها اتنين عيش من العيش. العيش المندي الكبير ده الناشف، وفي الطري اللي بيتعمل كل اسبوع. قريب للبتاو، مش البتاو، قريب للبتاو. العيش ده هو اللي بتاكلي بيه الخبيزه، والخبيزه ورقه الخبيزه كف. طب ايه فرق بين الملوخيه والخبيزه؟ هو ده الورقه بس؟ الورقه بس والطعم. وطريقه الخبز. طريقة الطبيخ ايه بقى؟ طريقة الطبيخ ازاي؟ دي بتتعمل بالظبط اكنك الملوخية بتتعمل زي الشوربة. تعملها شوربة مركزة وتديها طش. ودي من غير ودي من غير تقلية. اما عندك الخبيزة ورقة زي الكف بالظبط، هجيب لك ورقتين دلوقتي اوريهم لك. طب ازاي عاملة زي الكف؟ اما ورقة الملوخية مستطيلة. ماشي. تتطبخ ازاي الخبيزة؟ تتطبخ ازاي؟ الخبيزة محتاجة مفراك، عارفة المفراك يعني ايه؟ زي بتاع كسكسي، زي الهاند بلندر، زي بتاع الكسكسي. لا الكسكسي مش عايز مفراد، لا بيتبس. الكسكسي بيتبس الاصول اللي هو اللي مش جاهز اللي بتعمل في البيت، بيتبس وتعمل فوره اولى وفوره تانية في المنخل لحد ما تكوني الحبايه بتاعت الكسكسي. طب ما للخبيزه؟ الخبيزه بقى المفراك ده بيعمل، بتنزل ماده جيلاتينيه، فالمفراك ده بيكتر الماده اللي ايه اللزجه دي اللي جوه. المفراك ده اللي بتعمل بيه الباميه الويكه؟ الله ينور عليك. أوكي. هو ده المفراك الخشب. فبديله ايه؟ الله الهاند ينور بلندر. عليك انت والله. انا بالظبط هو ده مع الويك. فانت هتستعملي ايه؟ الهاند بلندر، بس ايه؟ بالراحه. ما نضربش قوي عشان ما يعملش صوص. احنا عايزين
الورق بتاع الخبيزه موجود قدامك. قصدك ان هو هينزل عصاره؟ اي بالظبط كده. لو اتضربت قوي قوي فلازم تبقى خفيفه وانت بتستعمليها. ماشي. او بالمضرب السلك اللي بايدك ده. مش بالمخرطه. مش بالمخرطه. طب ده اول فرق. بالظبط. الطبخ بقى انت قلت لنا طريقه طبخ الملوخيه. طريقه طبخ الملوخيه ده طبخه نفس الكلام بس اعمله لحمه لوحده وشويه رز وتنزل يوم اللحمه تستوي لوحدها. بس ليها طشه. لا طشه طبعا. يعني زي الملوخيه. زي الملوخيه ممكن تشيل منها الطشه خدي بالك. لا تبقى ليها طعم من غير طشه. لا الله ينور عليك. دي برضه تحط لها في الطشه او لا؟